السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص. ضيفنا شخصية موسوعية يعرفها كل من جلس وتعامل معه، يحمل شهادة دكتوراة الفلسفة في اللغة العربية وشهادة دكتوراة الإعلام في تخصص الحملات الإعلامية وغيرها من شهادات الدكتوراه في تخصصات أخرى، وهو محلل سياسي استراتيجي متخصص في شرق إفريقيا، وله كتب ودراسات ومقالات كثيرة، إلى جانب كونه في الأساس لغوي تطور إلى مؤرخ كما يحب أن يصف نفسه، وهو إلى جانب ذلك شخصية إعلامية تلفزيونية قدم الكثير من البرامج في الفضائيات العربية وأعد الكثير. نرحب اليوم بضيف لقاء خاص الدكتور أسامة الأشقر، المؤرخ والروائي الفلسطيني. مرحبا بك معنا دكتور. حياك الله أخي، أسعد الله مساءك. شكرا لكم دكتور. في الحقيقة يعني من الصعب أن نختار منطقة أو مربعا ما للبدء معكم في الحديث في هذا اللقاء الخاص، لأن التجارب الثقافية واللغوية كثيرة لديكم، لكننا نرغب بطرح سؤال مباشر: من هو الدكتور أسامة الأشقر؟ يعني هذا السؤال من الأسئلة الصعبة التي تطرح على أي إنسان، لكنني أحب أن أقول إنني يعني الفلسطيني السوداني أو السوداني الفلسطيني، بحكم أن فلسطينيتي نزعت بي نحو منازع في الفكر والتجربة، وسودانيتي أيضا كانت محطة فاصلة في تاريخ حياتي قدمتني في مجالات أخرى لم تتأسس عليها فلسطينيتي. هذا في مجال الهوية العامة. في مجال التخصص فأنا أنتمي الآن إلى المدرسة اللغوية الاجتماعية، فأحب أن أصنف ضمن هؤلاء اللغويين الجدد الذين استندوا إلى التاريخ والسياسة والحضارة وإلى أيضا إلى علوم المستقبل والتحليل من أجل تثبيت رؤية جديدة في التعامل مع هذا الواقع المتغير في هذه المجتمعات المتعددة الأعراق والجنسيات. نعم دكتور، نبدأ بالحديث عن جانب التحصيل العلمي أو المعرفي الكلاسيكي الذي بدأت به حياتك المعرفية والعلمية، ثم كيف استطعت دمجه بالتعليم الحديث وتخرجت بأكثر من شهادة دكتوراه في أكثر من تخصص في الحقيقة من التخصصات المهمة. لعل نشأتي في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كانت هي المحطة الحاضنة الأساس التي شكلت هويتي المعرفية من خلال حفظي لكتاب الله وعندما كنت في المرحلة الإعدادية، وبعد ذلك تطوري في الدراسات القرآنية، ثم بعد ذلك التزامي بعدد كبير من المشايخ الكبار الذين كانوا يأتون للجوار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخصصت على يدهم في الدراسات الفقهية ولا سيما مذهب السادة الشافعية من متونها القديمة، ابتداء من متن أبي شجاع وشرحه كفاية الأخيار حتى منهاج الطالبين للنووي، ثم دراسات الحديثية على يد كبار علماء الحديث ولعل من أشهرهم الشيخ محمد مصطفى عبد القادر الشنقيطي والدكتور خليل ملا خاطر ومحمد عاشق إلهي البرني الميرتهي، وأخذنا أسانيد عديدة ومنهم أيضا الشيخ محمد ياسين الفاداني، ثم بعد ذلك أخذنا علوما أخرى تتعلق بالدراسة المنطق والفلسفة أيضا على يد هؤلاء العلماء، لكن أكثر اختصاصي في مرحلة الطلب غير الأساسي غير الرسمي كانت في مجال اللغة العربية على يد علماء الشناقيط، وأذكر من بينهم شيخي الذي لازمته مدة تزيد عن 7 سنوات شيخي الشيخ أحمد بن محمد حامد الحسني الشنقيطي، الذي طبعا برعت على يده وتفقهت على يده في علوم اللغة، وكان هو الأساس الذي أعطاني هذه الذخيرة التي أتملكها. ثم بعد ذلك قرأت على يد علماء آخرين في مذاهب الفقهية الأخرى، مذاهب الأحناف والمالكية والحنابلة، لكن لم أتخصص بها، أخذت فرض كفايتي من هذه العلوم. ثم بعد ذلك ذهبنا للدراسة الجامعية، كان من المفروض أن أكون في كل إحدى الكليات العلمية لأن تخصصي في المرحلة الثانوية كان علميا، لكنني سحبت أوراقي من هذه الكلية، وهذا أثار يعني غضبا من والدي. لا شك أنه أمر خطير تكون في كلية علمية راقية ثم تسحب أوراقك وتجعلها في كلية أدبية، فكان أمرا صعبا وقاسيا تسبب في مشكلات كبيرة عندي يعني، لكنني كنت مصرا على هذا الأمر. لماذا كنت مصرا على هذا الأمر؟ والله كانت نزعتي رفقتي كانت رفقة علمية جدا، وكنت متأثرا بها للغاية، وهذه الرفقة طبعا لم تطلب مني أن أفعل كذا أو كذا، أحببت أن أكون دائما في مجالها وفي محيطها،
فحجم التأثر بهؤلاء الناس وكانوا من أهل العلم والفقه وأهل اللغة كان كبيرا جدا، بحيث أنني شعرت أنه لا كيان لي إلا بالبقاء في هذا المحيط. هل ما تزال تشعر بالرضا عن اتخاذ هذا القرار؟ لا شك أنه كان القرار الأقرب إلى نفسي إلى هذا اليوم. وكان والدي رحمه الله يقول أنا أريد منك أن تكون دكتور ذا حضور بين الناس في مجال الطب في مجال الطب. فقلت له إن شاء الله سأصبح دكتور واثنين وثلاثة، وأصبحت يعني بفضل الله تعالى فحققت مراد والدي. فكان والدي رحمة الله عليه يعني كان يقول أنت أكثر من حقق أمنيتي بطريقة أنا لم أردها ولم أخطط لها، فبالتالي ما زلت أشعر بالرضا. لكنك لم تكتفي بذلك كما تفضل دكتور، ودمجت هذا العلم أو المعرفة الكلاسيكية إنجاز التعبير بالعلم الحديث والمتخصص في الحقيقة في موضوعات مهمة مثل مجال الإعلام اليوم ومجال القرصنة على سبيل المثال وغيرها من المجالات المعرفية. حقيقة يمكن بداية دخولي في العوالم الإنسانية الأخرى ذات الأبعاد الاجتماعية التفاعلية كانت بعد حصولي على مرحلة البكالوريوس وانتقالي إلى السودان. هناك عشنا في بيئة مختلفة جدا عن بيئة الشام وبيئة الحجاز والسعودية عموما، فوجدت أنني أمام عالم مختلف في ثقافته في طقوسه في تقاليده في عاداته. فيعني كنت أمام تحدي كبير أن أتعرف إلى هذا العالم، وكنت شخصية نقدية بالأساس، يعني أحب أن أتعرف تمييزية، ولست من الشخصيات التي تقوم على التحصيل والتراكمي فحسب، وإن كان هذا موجودا فيها. فكان عندي رغبة شديدة في الاطلاع والتوسع، فانخرطت في معظم المنظومات العاملة، منظومات الطلابية، منظومات النقابية العاملة في هذا المجال، وبدأت أتعرف إلى هذا العالم الجديد. فوجئت أن هذا العالم يعني لا تحول، يعني الأساتذة فيه لا يكتفون بدراساتهم العلمية وإنما كان لهم حضور مجتمعي. فانتقلت إلى عالم السياسة، إلى عالم التحليل من خلال مشروعات عديدة انخرطت فيها، ودخلت في رحلات من أجل التعرف أكثر. فمثلا بديت في الإعلام من خلال ذهابي مثلا لتغطية بعض الحروب في جنوب السودان والتعرف على هذا العالم الغريب والعجيب، وخط تجارب كانت مؤلمة. وهذا ما يمكن أن نسميه مرحلة الانتقال أو التحول من الشخصية المعرفية إلى الشخصية التجريبية. لا شك أن عندما عشت في تلك البيئة وجدت أنني منفصل تماما عن كل بيئتي، يعني لا يوجد شيء يربطني ببيئتي الأولى. عالم مختلف تماما، ليس عالما موازيا وليس عالما مقاربا. لا يوجد فيه تلك الأدوات التي كانت التي تساعدنا في التحضر. أتعامل مع البيئة كما هي، مع الطبيعة كما خلقها الله. فهذا الأمر جعلني أكثر تواصل. دكتور التي فعلا تعد محطات فارقة في مرحلة التحول أو الانتقال من الشخصية المعرفية إلى الشخصية التجريبية. عملي مع المنظمات الدعوية والمنظمات الخيرية العاملة في إفريقيا، ولا سيما منظمة الدعوة الإسلامية، عندما ذهبت في رحلاتها إلى جنوب السودان ورأينا نمطا في دعوة هؤلاء الناس إلى الإسلام، وأيضا في تثقيفهم وفي تعليمهم وفي تأهيلهم لكي يكونوا أعضاء في هذا العالم الجديد الذي كانوا بعيدين تماما عنه. عشت هذه كانت من المحطات الخطيرة والفاصلة في حياتي التي تعرفت فيها إلى هذه الحياة الجديدة. المحطة الثانية كانت بعد حصولي على الدكتوراه وعملي في مركز دراسات استراتيجي، مركز الراصد للدراسات، عملت في تأسيسه وبقيت إلى اليوم مستشارا سياسيا له، والذي تحول اليوم إلى مجموعة خبيرة متخصصة في الشأن الإفريقي وفي علاقة الدول الكبرى بالملف الإفريقي عموما. وكان بداية انطلاقتي السياسية عرفنا قيمة أن تكون عارفا بالوضع الاجتماعي والقبلي وخريطة الإدارة الأهلية وأهميتها في العمل السياسي، وأنه لا يمكن لسياسي مهما بلغت معارفه السياسية وتجاربه أن يكون سياسيا محترفا إلا أن يكون عارفا بعلم الاجتماع وما يترافق مع ذلك من علوم لغوية، لأن علم اللغة أيضا مترافق مع علم الاجتماع وفيه ترابط شديد جدا. وهذا أمر طبعا فطنت له باكرا، فدخلت من عالم اللغة إلى عالم السياسة، ومن علم الاجتماع إلى عالم السياسة، وفي الأدب من الأدب والثقافة والفنون الشعبية التراثية إلى عالم السياسة. ووجدت أن قوتي وتأثيري على الناس وأيضا إقبال الناس علي وحضوري مرتبط بعمق معرفتي بهذه المجتمعات البدائية وهذه المجتمعات التي لم تتعاطى مع الواقع الجديد وما يسمى الحضارة الحديثة. جميل. أتوقف تحديدا عند موضوع اللغة دكتور، وكيف
أثرت اللغة بالنسبة لك في السلوك السياسي، في بناء العلاقات، في طبيعة العمل وطريقة التفكير في حياتك المهنية؟ كنا نتلقى اللغة على أنها معجمية، بمعنى أن الكلمة كل كلمة لها معنى. عندما تعمقت أكثر وجدت أن هذه اللغة، أن المفردات اللغوية لها حياة وتتطور، وأننا تناسينا أو نسينا أو لا نعلم ما هو الأصل الوضعي لكل كلمة من الكلمات، وأن الاستعمالات هي التي بعد ذلك فرضت نفسها على المعجم العربي وعلى المعجم اللغوي عموما، وبعد ذلك تطورنا من مرحلة الاستعمال إلى مرحلة احنا نسميه الاصطلاح، ومن مرحلة الاصطلاح صرنا أيضا دخلنا مرحلة النحت وتداخل، لأن العلوم تداخلت كثيرا مع بعضها، فاضطررنا أن نقرن الألفاظ ببعضها وأن ننحت منها كلمات موحدة. نعم. هذه الحياة اللغوية، حياة اللفظ، هي مرتبطة بحياة الناس وتطوراتهم. نعم. فالكلمة في بداية وضعها اللغوي كانت عندما تحيا وتتطور كانت مرتبطة بالتطور الحياتي الذي يشتغل عليه الناس. هذا البحث اللغوي أدى بي إلى معرفة أشياء خطيرة، منها أن الكلمة نفسها حتى لو كانت عربية نقية وصافية هي تعيش في مجتمع لغوي مقارب لها. يعني مثلا عندنا اللغة العربية عندما جاءت بعض القبائل العربية واستوطنت في إفريقيا تعايشت مع اللغات النوبية، تعايشت مع اللغات البجاوية، تعايشت مع اللغات النيلية، تعايشت مع اللغات الصحراوية، حصل بينها نوع من التأثير والتأثر. نعم. وحصل أيضا بينها نوع من التقارض اللغوي، وحصل أيضا بينها حتى الاستعمالات في الصياغة وفي طريقة التداول وحتى في المحاكاة الصوتية. نعم. أثر هنا هذا الأمر في إنتاج لغة هجين، وهذه اللغة الهجين حافظت على اللغة الوضعية الأولى التي قدم بها هؤلاء الناس، وأيضا أكسبتها لباسا جديدا يتعلق بالميدان والواقع الجديد الذي عاشته. ملاحظة هذه المقاربات والتقارضات الموجودة في هذا البناء اللغوي أدى بنا إلى معرفة حياة الألفاظ مع المجتمعات وكيف كانت تدار الأمور، لأن حتى حياة اللفظة مرتبطة بالسياسة، مرتبطة بالقوة والضعف وبناء العلاقات المجتمعية. وعندي طبعا تجارب عديدة ودراسات في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باللغات النوبية واللغات البجاوية وأثرها في التاريخ وفي الجغرافيا. في واحدة من القضايا الفاصلة في البحث التاريخي، يعني يمكن أن نتحدث فيها في موعد آخر. يعني ما مدى معرفتك بلغات أخرى دكتور؟ معرفتي بها معرفة معجمية وليست لغة خطاب، لأن لو أردت أن أتخاطب بها سأقضي وقتي في محاولة النطق بها. نعم. لكنني أعرف المعجمة لها، أعرف أساتذتها، أعرف كيفية التعامل معها، أعرف كيف أتواصل معها بشكل طبيعي. نعم. وبالتالي حجم معرفتي بهذه اللغات كبير، لكنني معرفتي بها ليست لغة خطاب وليست لغة حديث، وإنما لغة. نعم. تأصيل ومعرفة، وهذا لا يتأتى لكثير من الناس. نعم. دكتور، تجربة العمل الثقافي إلى جانب يعني إدارته مع العمل السياسي، في أي المربعين وجد الدكتور أسامة نفسه؟ وهل جاء العمل الثقافي على حساب العمل السياسي أم العكس هو الصحيح؟ يعني أنا عندي تجارب عميقة جدا في العمل الثقافي، ولأن نشأتي ثقافية ومعرفتي في العلوم الإنسانية عموما، وكنت كما تعلم مديرا لواحدة من أكبر المؤسسات الثقافية. نعم. في العالم العربي، اللي مؤسسة فلسطين للثقافة المختصة بالموضوع الفلسطيني، وكنت رئيسا للحملة الأهلية للقدس عاصمة الثقافة العربية في 14 بلدا عربيا بإضافة لبعض البلدان الأجنبية في عام 2009، فانخرطت في العمل الثقافي المؤسساتي بعمق شديد. وأقول بأسف شديد يعني أن العمل الثقافي لا يحظى بأولوية لدى المنظومات السياسية العربية بشكل عام، ولا يولونه أهمية كافية، وهو يعد عندهم من مربعات الرفاهية والحضور ومداخل لأعمال أخرى لا تتعلق بالعمل الثقافي ولا تهتم به كموضوع. نعم. وبالتالي هو رافعة من الروافع، يعني عندما يحتاجونها يقومون على تصديرها وتقديمها، وعندما لا يحتاجونها يجعلونها إلى الخلف وإلى الوراء. طبعا هذا الأمر أنا حاولت من خلال حضوري وعلاقاتي أن أطوره بحيث يتجاوز هذه الحالة، وللصدق فإنني استطعت أن أفعل ذلك خلال 4 أو 5 سنوات،
وكانت فاصلة في حياتي وفي علاقاتي وأيضا في علاقات كثير من الناس معي وفي تجاربي، لكنني في النهاية لم أستطع أن أواجه هذا المحيط الغالب القاهر. نعم. وكان نشاطا فرديا، فبالتالي استسلمت لهذا الواقع وتكيفت أن الثقافة يعني للأسف ستكون دائما ذيلا للسياسة. نعم. إن صح هذا التعبير. نعم. يعني. مع الأسف. لكن كيف تقيم الحالة الثقافية، وهل تعتقد أن هناك تعمد بإهمال الحالة الثقافية لدى هذه المنظمات والدول، وهناك سياسة يعني تلجأ إليها هذه المنظمات أو الدول من أجل يعني أن يكون هناك، لا تكون هناك نهضة ثقافية حقيقية وما ستؤثر فيه مستقبلا على الشعوب؟ لا أظن أن هناك تعمدا في هذا الأمر، ولا أظن أيضا أن هناك عدم وعي بهذا الأمر، وإنما هناك صراع بين مستوى الأولوية ومستوى الاهتمام. دائما الأولويات عند القيادات يعني تتعلق بالأولويات السياسية، الأولويات الأمنية، الأولويات العسكرية، الأولويات الإعلامية، لكن الأولويات الثقافية غير موجودة. يعني في النهاية يقول لك لأن العمل الثقافي يعني العمل الاستثمار فيه استراتيجي، وهم بسبب الصعوبات الكبيرة والظروف القاهرة التي يغالبونها ويعيشون فيها يفضلون دائما الأعمال سريعة الإثمار. فالعمل الثقافي سينتج لك بعد دهر وبعد حين ويشكل حصنا وحاضنة وقوة لك، لكن ليس الآن وإنما بعد استثمار يعني متين قوي فيه. فهم لا يلجؤون إلى استخدام هذه الفقرات والمناشط الاستراتيجية لأنها تتنافى مع قدرتهم التكتيكية على العمل الميداني المباشر. فبالتالي للأسف العمل الثقافي هو في مربع الاهتمام وليس في مربع الأولوية، وأدى هذا إلى تأخر كبير في المستوى الثقافي وفي الحضور الثقافي، رغم أننا نمتلك خزينا هائلا من هذا الفعل ومن هذا الحضور من شبابنا وبناتنا في الوسط. دكتور، ما علاقتك بالرحلات بصفة عامة؟ نشأت محبتي للرحلات في المرحلة الجامعية حينما كنت أترحل صوب البادية الحجازية أثناء إقامتي في المدينة المنورة، وكنت أذهب مع رفقة أصحابي من البدو الذين كانوا زملاء لي، فهناك تعرفنا من خلال هذه البادية إلى أفلاك السماء، وتعرفنا إلى نباتات الصحراء، وتعرفنا إلى حيواناتها وزواحفها وحشراتها، فأحببت جدا أن أكون جزءا من هذه الطبيعة وتكيفت معها إلى حد كبير وتماهيت معها إلى حد الذوبان. عندما ذهبت إلى السودان وبدأت رحلاتي من أجل توثيق تفاعلات الإنسان مع المكان في مسارات البحر الأحمر وفي مسارات الجبل الذي في غربي البحر الأحمر الذي يبتدأ من مصر ويمر بالسودان وأريتريا وأثيوبيا بعد ذلك، ثم مسارات النيل عندما يكون مجمعا للنيلين الكبيرين واصلا إلى مصر حتى يصب أقدامه ويضعها في البحر المتوسط. هذا مسار النيل الحياة فيه بكل ألقها وزخمها وضجيجها وعنفها، وحياة الناس حولها بجزرها الكثيرة يعني جعلتني في شوق شديد للتعرف إلى كل منطقة مرتبطة بهذه البقاع. ثم جاء بعد ذلك المسار المداري المتعلق بمنطقة المدار، مدار السرطان، والعيش في البيئة السافانا الغنية والسافانا المتوسطة والسافانا الفقيرة، وحياة الناس كيف استطاعوا أن يكيفوا هذه الطبيعة لصالحهم رغم ندرة المياه والعيش فيها، ثم حياة المناطق الصعبة التي لا يصلها الناس بسبب ظروفها الأمنية رغم كثرة ثرواتها. هذا الأمر خلق عندي شغفا هائلا جدا. الرحلة عندي مرتبطة بالتحدي، مرتبطة بالمغامرة، مرتبطة أيضا بالمخاطرة، لأنني أحب جدا كنت يعني أن أجلس مع كل العناصر الموجودة هناك حتى لو لم تكن عناصر آمنة. أحب أن أذهب إلى مناطق التمرد، إلى مناطق العصابات، إلى مناطق القبائل الغريبة. أكثر من مرة عندما كنت تقدم برنامج. نعم، تعرضنا إلى ذلك عدة مرات، وكانت بالنسبة لي مداخل لعلاقات جديدة وقوية، حيث كنا مثلا في كثير مناطق نعود معنا عدد كبير جدا من المتمردين، نقوم بمصالحات أهلية داخلية، تكون مجموعة من الخلعاء أو الهمباتة أيضا نقوم بمصالحات بحكم أنه لدينا سمعة ولدينا اسم في تلك الأوساط، فكان لنا أدوار اجتماعية، فكانت الناس تحب لقاءنا. حتى عندما نختطف كنا نختطف لأسباب
يعني إيجابية، ليس طمعا فينا، وإنما نعم. لكي يتواصلوا معنا، لا يعرفون الوصول إلينا، يظنون أننا السلطات تستضيفنا، القبائل تستضيفوننا، يستضيفوننا، ولكنهم لا يستطيعون التواصل معنا، فيختطفوننا أحيانا لكي يقيموا جسرا من التواصل بيننا. نعم. فأصبح هذا الأمر مألوفا لدينا، وكنا نشعر بسعادة بالغة عندما نتعرض إلى مثل هذا الاختطاف الجميل يعني. نعم، ما أثر الرحلات في بناء المعرفة والسلوك الإنساني؟ لا شك أعطتني نموا هائلا في معارفي وقدرتي على فهم أشياء كثيرة. مثلا حياة البادية، نحن معجمنا العربي فيه الكثير من البادية، لكنني لم أكن أعرف تفاصيل كثير، نقول هذه الكلمة معناها كذا، هذا كذا معناه كذا، لكن لم أتعرف إلى تفاصيل هذا الأمر إلا عندما عايشت يعني هذه الأشياء بعينها. وجدت أن مثلا اهتمام الشاعر القديم بمتابعة الناقة، متابعة الحصان والطريضة والصيد، يعني لا يمكنك أن تفهمه، أن تفهم المراد المباشر من هذه الكلمة إلا إن عايشت هذه التجربة الحياتية بتفاصيلها. وبالتالي مدلول الكلمة عندي لم يعد مدلولا معجميا مباشرا، أصبحت الكلمة عندي لابد أن أناقش المناخ والجو والمحيط لكي أفهم بعد ذلك أن هذا المدلول المذكور في المعجم ليس هو المنتهى اللغوي، ليس هو المعنى المباشر، وإنما هو المعنى الانفعالي، المعنى الشعوري، أو المعنى الختامي الذي وصل إليه مثلا هذا اللغوي الذي عايش مرحلة من المراحل. وبالتالي أصبحت قدرتي على فهم المعطى اللغوي والمتن اللغوي مختلفة تماما، لأنني أعرف البيئة والتجربة، وأقدم بعد ذلك مقاربة تتعلق ببعض النصوص المقدسة عندنا كنصوص القرآن الكريم. أصبحت مثلا قادرا على تقديم معطيات ومعاني وظلال مختلفة عما يقدمه المفسر العادي أو اللغوي العادي، وبالتالي صار عندي حتى اتجاه لغوي في التفسير القرآني يستند بالطبع إلى الأصول الشرعية المعتبرة، لكنه يعطي إضافة جديدة ويعطي توضيحا لم يصل إليه الناس في التعرف على المتن القرآني. ماذا عن تأثيره على السلوك؟ لا شك أن اللغة عندي طبعا عندما توضحت أكثر وصارت عندي يعني معرفة عميقة وإدراك للنص المقدس مثلا، صار فهمي لهذه الكلمة ليس فهما عاديا، ليس فهما معجميا أو فهما اصطلاحيا، إنما صار فهمي فهما حياتيا. فهذا الفهم الحياتي درج سلوكي لكي يتعاطى مع هذه التجربة، وأطور حياتي لكي أصل إلى هذه النتيجة الموجودة مثلا في المعنى أو الاستدلال القرآني. وأيضا في حياة اللغة عندما أستخدم اللغة في مكان، هذه اللفظة في مكان تختلف في مدلولها ومعناها عن المعنى الاستعمالي نفسه في مكان آخر، فصرت معتنيا جدا باختيار ألفاظي وكلماتي في كل موقع أكون فيه. هذه اللفظة أيضا يكون لها مستوى اجتماعي، فتحريت في استخدامات اللغوية أن أراعي هذه الظروف المجتمعية، تهذبت ألفاظي، تعقلنت أكثر، صارت أكثر شعورا، أكثر عمقا، لكي أصل إلى مجتمعات متنوعة، أعراق متنوعة، لغات متنوعة، يعني لديهم تواصل سابق مع هذه المفردات اللغوية، فمما أثر على طباعي، على طريقة حديثي، حتى على طبيعة تركيب وجهي في التعاطي مع الآخر. فليس كل ابتسامة دائما تعطي معنى الابتسامة عند الآخر، الابتسامة في بعض المجتمعات قد تعني حربا، وأحيانا إظهار لحظة الغضب أو عدم الاكتراث تعني أنك شخصية جادة ترغب في علاقة حقيقية مع هؤلاء، فيستقبلون استقبالا أفضل من تلك الابتسامات نعم. التي تصنعها نعم. في بداية أمرك نعم. هذا كله طبعا نتيجة ملاحظة التلقحات في المعطيات اللغوية والعلاقة بين المعنى وبين الوضع اللغوي نعم. لهذا اللفظ. جميل، نبقى في موضوع الرحلات. قمت دكتور برحلة استكشافية كبيرة جدا، ويعني صنعت في برنامج سمي بأرض السمر، ويعني طبيعة هذه الرحلة والتعرف على مجاهيل أفريقيا وعلى ما فيها من كنوز مخفية في الحقيقة، شاهدنا كثير من هذه الحلقات وكان المشاهدون يعني يندهشون بما هو موجود هناك. يبدو أن شغفك وحبك للبلاد التي عشت فيها قرابة 3 عقود دفعتك إلى مزيد من الاستكشاف. والله لعلي أقول لك أن المستهدفين الأساسيين من هذا البرنامج كانوا في حالة شديدة من الدهشة، لأنهم لم يعرفوا بلادهم من قبل نعم. وحتى كبار المسؤولين الذين يعرفون هذه البلاد كانوا أيضا يدهشون يعني كما دهش هذا الجمهور.
والسبب الأساس في هذا الأمر أن العملية الإنتاجية لدينا لم تكن مبنية على خريطة، بمعنى أننا لم نأتي أننا سنذهب إلى هذا المكان كما يفعل أهل الإنتاج عادة من أجل تحديد التكاليف، يقول سنذهب إلى هذا المكان للتصوير وهذا المكان وهذا المكان في مدة لا تزيد عن يوم أو يومين أو ثلاثة أو خمسة. لا، إحنا لم نكن كذلك، إحنا كانت معنا كاميراتنا ومعنا فريقنا وننتظر المال، جاء ولم يجئ كنا نتحرك، وتبنينا فكرة أن الوثائق يخلق نفسه، وبالتالي كنا نذهب إلى منطقة لا نعرف ماذا سنفعل، نجلس مع الناس نقول لهم ما أميز شيء عندكم، ما الذي هنا يمكن أن يلفت النظر إليكم في مجال مثلا الثروات، في مجال الثقافة المجتمعية، في مجال الخرافة، بعض الأماكن المريبة، بعض الأماكن الحساسة، ما هي الأماكن التي تحبونها، الأماكن التي تكرهونها، كيف تعامل الإنسان مع المكان. في كل مرة نجد أن ذاكرة هؤلاء الناس تعج بموضوعات لم تخطر على بالنا أبدا، فبالتالي أحيانا نبقى في المكان يوم أو يومين لا نجد قصصا، وبعض الأماكن نبقى فيها أسبوع وأسبوعين وثلاثة، وأحيانا نعود إليها مرة وثنتين وثلاثة لأننا لم نكمل هذه القصص، ولولا أننا ملزمون يعني بجغرافيا لا بد أن نغطيها خلال مثلا مدة صحيح طويلة، لكن لا بد أن نغطي أكبر جزء منها، وكنا لكنا أمضينا سنوات طويلة في هذه المجاهيل. عندما قدمنا فقط جغرافيا السودان أم كان يعني نحن كان مشروعنا أن نكون في كل إفريقيا، أحببنا أن نبدأ بالسودان، لم نكن نتوقع أننا سنقضي 5 سنوات في تغطية مناطق نحن نعتبرها قليلة، رغم أننا يعني أمضي تخيل 5 سنوات بشكل يومي، يعني الرحلة عندنا كانت تدوم نحو 40 يوما، ثم نعود لمدة أسبوع أو أسبوعين إلى أهلنا، ثم بعد ذلك نستأنف رحلتنا. من شدة الضغط الذي كان موجودا عندنا لم يكن يحتمل فريقنا أحيانا أن يعيش معنا، فكثيرا ما تغير أعضاء الفريق كثيرا جدا، يمكن الثابت الوحيد كنت أنا كقائد للفريق وراوي له حكم أن للأساسي أن للبطل، وأيضا المخرج كان هو الأستاذ سيف الدين حسن كان معنا، وأحيانا كان يشاركنا وأحيانا كان يبقى في الخرطوم لكنه كان يدير المسألة. فهذا الأمر طبعا عندما نذهب إلى عالم مجهول، عالم غريب، نتعرف إلى الأماكن من خلال الناس الذين لم تصلهم كاميرات من قبل، لم يصلهم إعلام من قبل، وأخرجنا ما يريدون أن يقولوه للناس عن مناطقهم، فبالتالي خرج عندنا عالم جديد، عالم لا يعرفه الناس. أكثر ما أدهش الناس أنها مناطق مجهولة تماما، يسمعون عن أسمائها لكنهم لم يدركوا أنها تحوي كل هذا التراث وكل هذا العمق وكل هذه الثروات. ما حصلت هذه الرحلة الطويلة؟ بالنسبة لي يعني زخم هائل من التجربة أعطتني حضورا اجتماعيا هائلا في هذه المناطق، علاقات مع التاريخ، تاريخ هذه المناطق، علاقات مع المنظومة الأهلية والقبائلية، وأيضا قدر كبير من التجربة التي تجعل كثير من الجهات تتواصل معي لكي تقول لي ما رأيك، هل من الحكمة أن نفعل ذلك، هل ليس من الحكمة أن نفعل ذلك. أصبحت قدراتنا الاستشارية عالية جدا أمام الجهات التي تحب أن تستثمر أو أن تتعاطى مع أي جهة أو أي مكان. وعلى صعيد المعرفة بالبلاد، نعم أصبحت معرفتنا عميقة جدا بهذا الأمر حتى من أهلها، وأصبحنا ننسب أننا من الخبراء المحترفين في تاريخ القبائل وتاريخ المجتمعات وتاريخ هذه الأمكنة. حتى في المجال السياحي كثير من الشركات السياحية، شركات الطيران، شركات النقل تأتي إلينا وتطلب نصيحتنا. الكثير من الناس الذين يبحثون عن الغرائبيات والعجائبيات يعني أصبحوا يهتمون جدا بهذا الأمر ويطلبون مشورتنا. الناس الذين يحبون أن يذهبوا للرحلة والطواف أيضا يسألون، علماء اللغة وعلماء الاجتماع، حتى الذين يرغبون في التبشير بدعوتهم أو فكرتهم يأتون إلينا لكي يبحثوا عن أفضل الطرق وأقصرها للوصول إلى الناس. الخبرة أصبحت واسعة جدا، وحتى إنني كتبت أكثر من 5 مجلدات عن انطباعاتي ومشاهداتي في هذه الرحلة الطويلة التي ما تزال حتى الآن متحركة يعني. نعم دكتور أسامة الأشقر، اسمح لي بالسؤال بعد الفاصل عن يعني بعد هذه التجربة الطويلة والمديدة والغنية في الحقيقة في أكثر من قطاع ومجال من مجالات الحياة، هل ما زالت لديك الرغبة والشغف في العمل في كل هذه القطاعات والمجالات، أم بودك أن تتخصص أكثر في بعضها،
نأخذ الإجابة بعد فاصل قصير بحول الله. إذن فاصل ونواصل لقائنا الخاص مع الدكتور أسامة الأشقر المؤرخ واللغوي الفلسطيني، فابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور أسامة الأشقر المؤرخ والروائي الفلسطيني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله. طبعا قبل أن نتطرق إلى مؤلفاتك واهتماماتك أيضا الثقافية على صعيد الكتب والأبحاث، بودي أن أسمع إجابتك عن هذا السؤال. في الحقيقة هذه الشخصية الموسوعية التي عملت في هذه المجالات التي تفضلت بها وكنت فيها متميزا ومبدعا في الحقيقة، هل تنصح أجيال اليوم وهي أجيال التكنولوجيا الحديثة أن يستفيدوا من هذه التجارب وينوعوا تجاربهم في أكثر من مجال معرفي، أم أن يتخصصوا أكثر في مجال ما؟ التكنولوجيا عموما هي أداة ووسيط، يمكنك أن تبدع في هذا المجال، لكنك في النهاية لا بد أن يكون لك محتوى. هذا المحتوى لا يتأتى من خلال تعاملك مع هذه التكنولوجيا مهما اتسعت، إنما باستخدامها. هذه وسيلة يعني في النهاية. أنت المحتوى هو ما يعجز كثيرا من أبناء هذا الجيل، وبالتالي على الإنسان الذكي، خاصة نحن نتعامل مع جيل ذكي أيضا، عليه أن يبحث أيضا عن المادة التي يقدمها من خلال هذه التكنولوجيا التي يتعاطى معها، وأصبحت الآن مستقبلا لكثير من الأعمال. هذا المحتوى أصبح فقيرا جدا، أصبح ضعيفا، أصبح في بعض الأحيان تافها، وبالتالي على أبناء هذا الجيل أن يتجهوا صوب هذا المحتوى وصوب الموضوع، وأن يبحثوا في المعارف وفي العلوم وفي التجارب لكي يستطيعوا أن يأخذوا مادة فيها إثارة وفيها تشويق، لأن هذه متطلبات التواصل الاجتماعي. وستجدون في هذا المحتوى المتعلق بتفاعلات الإنسان مع المكان، ستجدون محتوى ثريا جدا وقابلا للتقديم والتصدير والمنح للناس. وكلما تواصلتم أكثر مع هذه المجتمعات، سواء مجتمعاتكم الداخلية أو مجتمعاتكم الخارجية أو مجتمعات البعيدة غير مجتمعات القريبة التي تتواصلون معها في العادة، ستجدون أن هناك أشياء غريبة جدا. هذه الأشياء الغريبة يمكن أن تكون جسرا للتواصل مع هذه التكنولوجيا والتواصل من خلالها مع محيط أوسع وأكبر. ماذا عن فكرة التخصص أو الموسوعية؟ بالنسبة لنا يعني يمكن كثير من الأصدقاء يصفون هذا الكلام بالموسوعية، لكن الموسوعية بالنسبة لي يعني فتحت لي آفاقا واسعة. موسوعية بمفهوم العمل الإنساني والمعارف الإنسانية والاجتماعية بما فيها السياسة وبعض ملامح الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم اللغة وأيضا مستوى الفكر لا تنسى أيضا كل هذه الأمور مع بعضها. لكن الموسوعية الحقيقية إنما جاءت بالمعرفة المتصلة بالتواصل مع الناس. مهما قرأت ومهما تخصصت ومهما أخذت من شهادات، هذا الشيء كله حقيقة لم يكن بالنسبة لي سوى يعني 20-30% من المعارف الحقيقية التي استمددتها من التواصل مع هذه المجتمعات. والسبب الرئيس في قدرتي على التواصل يتعلق ببناء منهجية في التعاطي مع هذه المجتمعات، لأنني لو لم أتملك القاعدة الفكرية والمنهجية لبناء خطوط التواصل لما استطعت أن أقوم بعملية امتصاص هذه المعارف والعلوم، لأن هذه المجتمعات قد تكون عصية وقد تكون متمنعة، وإذا دخلت إليها من مدخل غير مناسب أو مدخل معادي فستلقى طبعا عنفا. دكتور، كثير من المثقفين العرب والمسلمين يعيشون في مجتمعات أجنبية، سواء عربية أو أجنبية، ولكنهم قد لا ينتبهون إلى هذه المسألة في الحقيقة. ما المنهجية التي يعني لجأتم إليها أو ترونها مناسبة؟ مشكلة المثقف في عمومه سواء كان في بيئته الداخلية أو في البيئة الخارجية أنه
ذاتي جدا وأنه منغلق يعني، وبالتالي لا يمكنه أن يتواصل، هو يعني يرفع نفسه في مقام ذاتي، وبالتالي كلما ارتفعت معرفته وثقافته كلما زاد انعزاله عن مجتمعه. لا، أنا كانت فكرتي بالعكس، أنا أتواصل مع المجتمعات من خلال بناء جسر. إذا كانت المعرفة عندي، أصول المعرفة عندي ليس أن تمتلك المعلومة، وإنما كيف تصل إلى المعلومة وكيف تستطيع أن تصلها مع هذا المجتمع. هذه هي الثمرة العملية لهذه المعرفة. أنا قبل أن أذهب إلى أي مكان أدرس هذا المكان، أقرأ ما كتب عنه من رسائل الجامعية، ماجستير، دكتوراه. لا أكتفي طبعا بما يكتب عن السوشيال ميديا، ما يكتب في السوشيال ميديا فقير جدا يعني. أحيانا المناطق التي أذهب إليها لا يوجد لها ذكر، فكنت أذهب مثلا أكثر ما رسائل جامعية اقتصادية سياسية لغوية تتعلق بهذا المكان، معظمها مركونة في جامعات كثيرة كنت أذهب إليها. أيضا هناك نذهب إلى المصادر، أهل هذه المنطقة الذين يعرفونها، قبل أن أنشئ أي تواصل مع هذا المكان أذهب إلى كبارهم، أسأل عن تفاصيل، أسأل عن كيفية التواصل، ما الذي تنصحون به. فكنت حقيقة أبني معرفتي من الصفر. نعم. وتأسست المعرفة عندي على الاعتراف بجهلي. فعندما أعترف بجهلي وأنني أريد أن أملأ هذا الجراب الفارغ بمعارف جديدة، هذا بين قوسين التواضع في التعاطي مع الآخر جعلني مؤهلا للتواصل مع هذا المجتمع. عندما يرى تواضعي، فيكون عندك مكان عالي سيصب، لا يصب عادة مكان عالي في مكان أعلى، إنما يصب في مكان أدنى، فكان يصب علي لأنني تدانيت وانخفضت له. وهذه يمكن أسهل المنهجيات. نعم. التي كنت أتعاطى بها. كلما ازددت تواضعا ازددت علما، لأن العلم سينزل إليك من مكانه العالي. المكان من مقام العلم مقام رفيع وعالي أصلا بلا شك. اسمح لي أبقى في هذه النقطة تحديدا وأسأل عن الدكتور أسامة الأنعن الذي صار في أكثر من مسار معرفي وثقافي وحتى سلوكي إنساني. يعني أين يجد نفسه أكثر في أي مجال، وخاصة يعني لو أردت الآن أن تتخصص أكثر في مجال ما؟ المجال الأول الذي أحبه وأنتمي إليه حقيقة موضوع القدس. يعني وقد ألفت في القدس في صدر الإسلام نحو 20 كتابا. نعم. مطبوعا، وعشرات الكتب غير المطبوعة. وكثيرون سيعجبون يعني ما الذي ستعطيه على القدس في تلك الحقبة. نعم. أقول في كل كتاب يعني كنت أجعل فيه مادة لا توجد في كتاب آخر. وكنت أراهن دائما إن وجدت في أي صفحة من صفحات كتبي شيئا موجودا في كتب سابقة فاعلم أنني جاهل. وجدت هناك أشياء كثيرة لم تقل عن هذا الموضوع، وأنتميت للقدس قولا وفعلا واعتقادا، وأصبحت قبلتي الروحية في أن أتعاطى مع هذه المدينة المقدسة وبركتها من جوانب معرفية لم يطرقها من سبقني، ولم يتفطن لها زملائي وأصدقائي الذين أنتفع بهم دائما. فمكاني الذي أجد فيه روحي دائما هي هذه القدس، ولا سيما في الحقب الإسلامية الأولى. لماذا الحقب الإسلامية الأولى؟ لماذا؟ لأنها لم يتعاطى معها بدرس موضوعي مكتمل. معظم الموضوعات المتعلقة بالقدس تتأسس في مراحل فيها ثراء في المعلومات من الحقبة الفاطمية والحقبة الصليبية وما بعد ذلك. نعم. ما قبل ذلك نصوص قليلة جدا ومحدودة ومضطربة جدا، وما في هناك ترابط بينها. فبالتالي هذه التحديات الموضوعية المعقدة هي حبي وشغفي، فعندي قدرة على وصل هذه الأشياء غير المرتبطة. ويمكن لعل لغتي الروائية وتجربة الروائية والسردية جعلتني يعني أكثر قدرة على ربط الأحداث ببعضها، واستعنت بعد ذلك بمنهجية علمية من أجل تقريب السيناريوهات والمسافات من بعضها، فقدمت رواية أخرى متماسكة تجمع بين السرد الروائي وبين المنهجية العلمية الموضوعية، فقدمت مادة جديدة. فعدم وجود دراسات قوية ومحكمة وتفصيلية في تاريخ هذه المدينة المقدسة وحياتها السياسية والاجتماعية والثقافية في تاريخ أمتنا جعلني في النهاية أكثر رغبة في إثراء مكتبتنا وأجيالنا القادمة بدراسات موضوعية عن القدس وفلسطين. القدس لم تكن لديك مشاريع جديدة في هذا؟ نعم، عندي الآن مجموعة كتب جديدة، القدس في العصر الطولوني والقدس في العصر الإخشيدي والقدس في العصر السلجوقي، وهذه لم يكتب فيها من قبل.
ولا تجدون فيها مادة بالمرة، يعني إشارات بضع صفحات موجودة في الكتب، لكن الحمد لله الآن في أقل كتاب من هذه الكتب ستجدونها في نحو 500 صفحة أو 600 صفحة، كما فعلت في كتابي في القدس في العصر العباسي المبكر، لم تكن هناك مادة كافية، كانت بضع صفحات موجودة في أكثر الدراسات، فجعلت منها كتابا مرجعيا ضخما، وما زلنا نقدم الكثير في هذا المجال إن شاء الله. هذه واحدة من اهتماماتي المستقبلية إن شاء الله تعالى. في هذا النقطة تحديدا، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن مستقبل هذه المدينة المقدسة دكتور، في ضوء ما تفضلت به من دراسات تاريخية سابقة، أعتقد أنها تكتب بعين ثاقبة وعين الشخص الذي تحتل بلاده حتى هذه اللحظة، ماذا ترى فيها؟ كيف تلخصها؟ شوف، لعلك ستعجب إذا قلت لك إن القدس لم تتغير علي يعني في واقعها، لأن هذه القدس سبحان الله كانت هي محور صراع. نعم. لم تهنأ يوما ولم تهدأ يوما. التاريخ. تاريخها مرتبط بالحروب ومرتبط بالصراعات، ولعل الله سبحانه وتعالى جعل البركة فيها مرتبطة بالقتال والجهاد. لديكم كتاب في هذا الموضوع؟ نعم، في كتاب البركة. حتى نعم. البركة يعني مفهوم البركة ومنازلها بين مكة وبيت المقدس. المقدس بالضبط. يعني الفكرة عندي مثلا كانت البركة عند الناس تعني أنه خير وخير ثابت وامتداد، وأنه أرض فلسطين أرض خضراء، فقلت أرض فلسطين ليست خضراء، وليس فيه، حتى القدس يعني تعاني دائما من جفاف في المياه وتعاني من مشكلة حقيقية، ويعرف أهل القدس يعني أنها براري من حولها وشبه لا يوجد فيها غابات، يمكن كان في الزمانات أكثر شيء فيه خضرة كان جبل الزيتون يعني. نعم. لكنها ليست فيها خضرة، وما حولها ليس أكثر اخضرارا من مناطق في السواحل البحر المتوسط أو في أوروبا أو في المناطق الاستوائية. لا يكون مدلول البركة هكذا، مدلول البركة مختلف، ومدلول البركة في مثلا في مكة والمدينة مرتبط بالأمن، حرما آمنا. نعم. أما مفهوم البركة في القدس كان مرتبطا بالجهاد والقتال، وقد نظرت إلى ذلك طويلا، فعندما أستعرض جميع التجارب أجد أن هذه المدينة يعني لا يمكن أن تعيش إلا في ظل صراع، والصراع فيها هو الذي يعظم لك القوي الحاضر. فإذا أردت أن تعرف مدى حضورك السياسي وحضورك الاستراتيجي وحضورك الحضاري وامتدادك الحقيقي، فعليك أن تنظر مدى قربك ومدى اتصالك ومدى سيادتك على هذه المدينة المقدسة. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه قوي وأنه نافذ وأنه مؤثر إذا لم يكن له صلة عميقة ومؤثرة ونافذة وسائدة في القدس. غير ذلك فأنت في مرحلة شديدة، في حالة من الضعف والانحدار والانزواء. هذه رسالة مبطنة لمن يطبعون باسم القدس مع الأسف، ولمن يعني لا شك هذا الابتعاد. أنت عندما تطبع مع العدو وتشتبك معه خلافا لثقافتك ودينك وانتمائك الحضاري والتاريخي، فأنت عملي إنما أنت تبتعد عن روحك، تبتعد عن جوهرك، تبتعد عما ينبغي أن يكون لك، أنت تنعزل بهذا الأمر. كلما كنت أكثر التصاقا بهذه المدينة بامتداداتها العربية والإسلامية والسكانية الحقيقية، كلما سيتعزز حضورك واتصالك، وكلما كبرت علاقتك مع هذه المدينة ستكبر في النهاية مهامك وستكبر أدوارك، وليس بالضرورة أن تدخل في مرحلة عسكرية في الآن. هذا طرح استراتيجي دكتور. لا شك، دائما نقول إن القدس هي استثمار حقيقي وهي ورقة رابحة، ويمكن لأي جهة أن تتعاطى مع القدس وتتعامل معها لكي تثري حضورها السياسي وحضورها الاقتصادي الكبير، وأي واحد يشتغل في مربع القدس سيجد هناءة حقيقية إذا اشتغل فيها بحرفة وموضوعية وقراءة واعية للأحداث، دون أن يتهازن ودون أن يقدم لهذا العدو الطارئ، وهو عدو مؤقت بالمناسبة لأنه واحدة من الوفود التاريخية التي كانت تأتي وتحشر نفسها في هذا المكان، وقد جاءت من قبل أمم الصليب كلها من أوروبا، من فرنسا ومن ألمانيا ومن إنجلترا ومن جنوب أوروبا، وحضروا نحو 90 عاما في هذه المدينة المقدسة ووضعوا فيها كل قوتهم وكل استيطانهم. نعم. وكل التجربة الصهيونية التي نراها اليوم بالمناسبة بكل تفاصيلها قد فعلها الصليبيون من قبل، لكنهم في نهاية الأمر نزعوا نزعا وانتهوا تماما من هذه المنطقة، ومن بقي منهم في النهاية دخلوا في الإسلام ودخلوا في وتعربوا وأصبحوا جزءا من هذه المنطقة. أي واحد يريد أن يفرض على هذه المدينة لباسا غير لباسها وهوية غير هويتها فمصيره إلى الزوال،
والكيانات التي تتأسس على هذه الغرابة في النهاية ستزول وتتلاشى كما سيحدث في هذا المجتمع الإسرائيلي وكيانه. وربما كنت قد تعرضت لذلك بشكل أوسع دكتور في فتوح فلسطين، تلك التحقيقات التي عملت عليها فترة طويلة. وبيت المقدس في القرن الإسلامي الأول، يعني بحثت في هذا الأمر بعمق، وحتى في القدس في العصر العباسي المبكر يعني تحدثت عن هذا الأمر بتفاصيل كبيرة جدا، وتحديت الجميع يعني في النهاية أن التجربة التاريخية تفرض على كل سياسي في المنطقة أن يتعاطى مع هذه المدينة بإيجابية ورؤية غير الرؤية للأسف، يعني بديش أصفها وصف لا يليق، لكن للأسف رؤية متراجعة ورؤية رجعية لما تستحقه هذه المدينة من حضور. هذا في الشق التاريخي من حياتك. بالنسبة لموضوع الرواية، أنت لديك عدد من الروايات وهي روايات مهمة، اثنتان منها على ما أعتقد يعني أحداثها جرت في السودان. نعم، هي بين في المنطقة، يعني في الرواية الأولى مدافن الموت هي تجربة يعني يمكن أن تقول إنها واقعية إلى حد كبير في الحياة في أدغال جنوب السودان، تسموها مدافن الموت، وهي تتعلق بتجربة اكتشاف نفايات نووية إسرائيلية في مناطق التمرد في جنوب السودان وما ترافق معها من أحداث، وهي رواية تنتمي إلى عالم المخابرات وعالم العسكر وعالم علم الاجتماع وعلم السحر. الرواية الثانية هي تطور عن هذه الرواية وامتداد لها، تتحدث عن بيئة شرق إفريقيا بين إريتريا والسودان وإثيوبيا بعنوان البحث عن التابوت، أي تابوت العهد الموسوي في إحدى مروياته التي تقول إن هذا التابوت الذي كان يستنصر به بنو إسرائيل قد اختفى، وكان واحدة من الروايات أنه اختفى في أعالي النيل في رحلة عجيبة لها أسبابها، شرحت فيها هذا الأمر من خلال عالم آثار من أصول يهودية يحاول أن يكتشف أين ذهب هذا التابوت، وهناك أنفتح على عالم غريب لا يعرفه الناس عن الرواية التوراتية المتعلقة بأعالي النيل، وهي رواية مليئة بالغرائبيات والعجائبيات، وهي أيضا تنتمي إلى عالم الواقع الميتافيزيقي، وأيضا فيها قدر من الفانتازيا التاريخية التي دمجتها مع بعضها حتى أقدمها للجمهور. وهذه رواية منتشرة جدا خاصة في الخليج العربي حيث صدرت عن دار الرواية السعودية. هناك يمكن 6 روايات أخرى لم أنشرها، لا أستطيع نشرها الآن باعتبار أنها يعني ذات موضوع حساس للغاية، منها رواية مذكرات زعيم في سنة الثورة الأولى عليه، وهي تنتمي إلى علم الواقع وفيها معطيات وتفاصيل يعني لا يعرفها كثير من الناس، سبكتها بلغة الروائية حتى لا تتسبب في مشكلات، لكن أظن حتى الآن أنها لا تصلح للنشر وستأخذ دهرا يعني حتى. وعندي أيضا سنة من حكم جهة ما في إحدى الدول أتحدث فيها عن بعض التفاصيل الغريبة، أيضا جعلتها في سردية روائية حساسة، هذه أيضا مكتوبة وجاهزة، أيضا لا أستطيع نشرها الآن لاعتبارات عديدة. في عندي رواية أخرى هي عبارة عن رواية مشاهدات تتعلق بحياتي مع المجتمعات غير البشرية، يعني مع الخرافة، مع الثقافات الماورائية لدى الشعوب الإفريقية البدائية، حياة غريبة جدا، هناك مشاهدات ومعاينات وثقافة أحاول كمان أدمجها بالبعد المعرفي والفكري والتأصيلي لدي، ومحاولة استكشاف شيء جديد، ومن خلالها سيتعرف المرء على كمية كبيرة من الحيوانات والحشرات التي وحتى الجمادات الحجارة. كنا نقرأ بعضا عنها يعني من خلال السوشيال ميديا التي تتعرف. وكنت يعني أجعل منها كيانات حية، يعني الحجر عندي كائن حي، النبتة كائن حي، الحيوان كائن حي، وكنت أحاوره ويحاورني وأعاديه وأصادقه وأتبنى موقفا معه وضده، فأخلق حياة كاملة معه. هذا الأمر كل واحدة من رواياتي الكبيرة أو سلسلة روايات يعني انتهيت من كتابتها، لكن حتى الآن أتمنى أن نراها يعني إن شاء الله في الوقت المناسب دكتور. وفي يعني نهاية هذه الحلقة أو هذا اللقاء الخاص المميز نصل إلى قناعة في الحقيقة بأن الحياة الإنسانية غنية، وهي أغنى بكثير وأكبر بكثير من مجرد أن يتخصص الإنسان في مجال ما ويقول بأنه عالم أو عارف في هذا المجال بلا شك. أشكرك جزيلا دكتور أسامة الأشقر، سعدنا بحضورك معنا المؤرخ والروائي الفلسطيني، ونتمنى لكم دوام التوفيق إن شاء الله والسداد.
شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على طيب المتابعة في هذا اللقاء الخاص، وإن شاء الله نلتقيكم في لقاءات أخرى. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.